إنا لله وإنا إليه راجعون ولا العلي العظيم. السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيب الله، السلام عليك يا خير خلق الله، وعلى آلك المعصومين المظلومين، لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. يا ليتنا كنا بل معكم لا مع غيركم، فنفوز والله فوزا عظيما. يا غريب يا مظلوم كربلاء، يا ليتنا كنا لكم الفداء وأقل الفداء. ذاك المنى لو أن ذلك يحصل رزق أطل فجل في الأرزاق، زفراته عمت على الغبراء. نكبته عما يايت على كل الورى، عمت على الأرجاء على الآفاق والأرجاء. تالله رزق محمد أوها القوى، وطوى الضلوع وغض في أحشاء.
يوم به فقدت أباها فاطم، يوم به فقدت أباها فاطم، فقدت أباها أرأف الآباء. من ذا يعز المرتضى في المصطفى والأنبياء بالسيد الأمناء؟ من ذا يعز المجتبى في جده حسن الزكي وسيد الشهداء؟ أويلي وتعود أباها فاطم والهة بحشا مسجرتين بلا إطفاء، ومهابط الوحي فيه عطلت لرزية عمت على البطحاء. أبتاه قد كنت نهب حوادث هتكت صروف فالدهر ستر عزائي. أبتاه دارت علي النائبات بأسرها، أبتاه دارت علي النائبات بأسرها، فلم يلف لي جلد على البلواء. لما أقبلت في ساعات احتضار أبيها رسول الله صاح بني فاطمة بعد عيني تفقدين العز؟ صاحت وأبتا رحم الله من نادى بأعلى صوته ومحمدا. أنا مناذ وسيدا. أقبلت الزهرة بين يدي رسول الله، شو تقل؟ تقل أنا بنتك يا النبي رد علي، أنا بنتك، أنا والله الزهرة الزكية، أنا بنتك، هالعداء هجموا علي، أنا بنتك، الله الله بالوصية. يرد عليها الرسول، شو يقلها؟ يقلها يا بتولة من عقاب عيني يضربك، يا بتولة من عقوب عيني يعصرك، يا بتولة من عقوب عيني يسطرك،
يا بتولة ومن البواكي يمنعونك، يا بتولة ارث شي يحرمونك، لسان حال الرسول للزهرة شي يقلها يقلها حسين سكتي لا تذوبيني. اي والله يا ام حسين لا تبكين، سكتي لا تذوبيني، اليك عصرا اليك لطما عقب عيني على عيني، ولك مسمار يشق صدريك يا زهرة تفج عيني، ولك ضلعين يم حسين خلف الباب تتكسر، صبري يم حسين وحسين على كل اللي تشوفينا، لو شفتي علي الكرار قدامك يسحبونا يسحبونا، خلي المقنع فوقك وراسك لا تكشفينا. اي والله ويم حسين اليج ضلعين خلف الباب تتكسر، يقلها يا بنتي انا وصيت هالامه يحفظونك يحفظونك يا ولي، وشاني بيك يا زهرة يعرفونك، لكن الأمة تواصوا على ضلعك يكسرونك، أين المنادي ومصيبته؟ يقلها يا زهرة لو جرعت كاسات المنية، جيبك يا بنتي لا تشقينا علي، وذخري دموع عاتش الأرض الغاضرية. ها يا أبا ها يا رسول الله إيش بيصير برض الغاضرية؟ قالها يا زهرة لا تشوفين حسين مرمي على الرمال الرمال، والشمر متربع على صدره بالنعال بالنعال، قدام زينب يحز راسه ويرفعه فوق عسال، آه ومصيبته ومحمد وسيدا. إنا لله وإنا إليه راجعون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.
قلبون والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. قال تعالى في محكم كتابه وجليل خطابه: أعوذ بالله من الشيطان الغوي اللعين الرجيم، بفضله، بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم، وصدق الرسول الكريم، وصدق آل البيت الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم صل على وعجل فرجهم وفرج عنا بهم يا كريم. عظم الله لنا ولكم الأجر بهذا المصاب العظيم الأليم الذي أفقد الدنيا حلاوتها بغياب رسول الله صلى الله عليه وآله عنها. الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله حزنه يتجدد في القلوب، وحزنه مستمر، ومن استمرارية حزنه في قلوب محبيه وشيعته تشوف هنالك تساؤلات كثيرة تطرأ على عقول المحبين، ويريدون إجابات لهذه التساؤلات. واحدة من هذه التساؤلات: هل أن رسول الله صلى الله عليه وآله قضى ومات حتف أنفه أم لا؟ قتل شهيدا أو قتل مسموما شهيدا؟ هذا السؤال دائما يتراود في الأذهان. الإجابة على هذا التساؤل: هنالك انطلاقة قرآنية، وهي أن القرآن الكريم يجيب على هذا التساؤل، أن الرسول صلى الله عليه وآله ما مات حتف أنفه أبدا. الرسول صلى الله عليه وآله قتل مسموما شهيدا. تعال استنطق آيات القرآن الكريم كيف؟ شوف، الله سبحانه وتعالى في القرآن يفرق بين الموت والقتل، يقول الموت شيء والقتل شيء آخر، مو مثل بعض، هذا شيء وهذا شيء. وفي آيات كثيرة، مثلا الآية التي أطرقت مسامعكم: بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن. شوف، اللا إذا دخلت على فعلا بحرف التاء في اللغة العربية يسموها لا ناهية، يعني هنا الله جل جلاله ينهانا عن أن نحتسب أو نعتبر لوهلة للحظة. شوف، لا تحسبن، نهي من قبل الله ويقتضي ماذا؟ التحريم، يعني حرام عليك أن تحتسب، ومشددة بعد بنون التوكيد، لا تحسبن
الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، اللي قتل غير اللي مات. وآيات كثيرة في القرآن، مثلا في سورة آل عمران، رحمك الله، بسم الله الرحمن الرحيم، ولئن قتلتم في سبيل الله أو متتم، عليكم السلام، ولئن قتلتم في سبيل الله أو متتم، أو تفيد التغاير، يعني هذا غير هذا، يعني القتل غير الموت. الآية اللي بعدها في سورة آل عمران، بسم الله الرحمن الرحيم، ولئن متتم أو قتلتم لإلى الله تحشرون. القتل غير الموت. مثلا في سورة مريم يتكلم المولى جل جلاله عن نبيه يحيى بن زكريا على نبينا وعلى آله وعليهما وعلى جميع الأنبياء أفضل الصلاة والسلام. يقول الله جل جلاله، بسم الله الرحمن الرحيم، سلام عليه يوم ولد، صح؟ سلام عليه يوم ولد في الماضي، ويوم يموت. ويوم يموت، ليش ما قال لي ويوم مات؟ قال ويوم يموت، يعني تبين ما بعد ما ميت. ويوم يموت يعني في المستقبل، زين، ويوم يبعث حيا. الكل يعلم أن نبي الله يحيى بن زكريا ماذا عليهما السلام الله قتل، صح ولا لا؟ فلماذا الله جل جلاله قال سلام عليه يوم ولد؟ وين لما نزل القرآن إلى عهد نبي الله يحيى بن زكريا؟ أكثر من 1000 سنة. القرآن قال يوم ولد ويوم يموت، بعد ما ميت، ويوم يبعث حيا. إذن القتل غير الموت في القرآن، هذا شيء وهذا الشيء. هذا ماذا يفيدنا في الإجابة على التساؤل، هل أن رسول الله صلى الله عليه وآله مات حتف أنفه أم قتل مسموما شهيدا؟ شوف، إحنا كلنا سائر البشر، أنا مثلي أمثالي، كلنا سائر البشر، من دون المعصوم، من دون النبي والرسول والوصي والإمام. الله سبحانه وتعالى يقول كم موت لنا، كم مرة نموت؟ موتتان. بسم الله الرحمن الرحيم، ربنا أحييتنا 2 وأمتنا 2 فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل. يقول كلكم أيها البشر لكم موتتان، الموتة الأولى، خب الموتة الأولى اللي تموت فيها وتطلع من هذه الدنيا، الموتة الثانية عندما ينفخ إسرافيل في الصور فصعق من في السماوات والأرض، هذه الصاعقة التي يموت فيها كل من في السماوات ومن في الأرض، هذه الموتة الثانية. يقول كلكم أيها البشر لكم موتتان، لكن لما يأتي إلى النبي والرسول والوصي والإمام يقول كم موت لهم؟ واحدة. بسم الله الرحمن الرحيم، لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى، بس موتة واحدة. إحنا كلنا إلنا موتتين، المعصومين يقول لا إلهم موتة واحدة، زين، متى هذه الموتة؟ يقول إذا نفخ في الصور، نفخة إسرافيل. تبين أن غيابهم، رحيلهم عن هذه الدنيا مو موت، الله ما يسمي موت. فأكو الموتة الأولى، هي الموتة الأولى في نفخة الصور، قبل هذه الموتة عندما يخرج هذا المعصوم، نبي رسول وصي إمام، من هذه الدنيا، يخرج بأي كيفية؟ يقول يخرج بالقتل، مقتول أو مسموم شهيد، لا يموت كموتة الإنسان الطبيعي. هذا التعليل كما قلت لكم في آية نبي الله يحيى بن زكريا، سلام عليه يوم ولد ويوم يموت، هو قتل بس قال بعد ما ميت، ويوم يموت ويوم يبعث حيا.
هذا التوجه في القرآن في فهم القرآن الكريم لتعليل إجابة هذا التساؤل، أنه إذا قلنا رسول الله صلى الله عليه وآله مات حتف أنفه أنزلناه من مستوى، صار مثلنا مثل البشر مو معصوم، لأن تصير إلا كم موتة؟ موتتين. ما يصير الرسول ما يصير إلا موتتين، بس موتة واحدة. زين، هذا إشكال عقائدي كبير أن تقول أن رسول الله صلى الله عليه وآله مات حتف أنفه، لا بد أنه مات بماذا؟ بواسطة القتل، وكما اشتهر أنه ارتحل من الدنيا بواسطة السم صلى الله عليه وآله. زين، هذا بالنسبة إلى القرآن الكريم. تعالي للروايات، الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله ماذا يقول؟ يقول ما منا إلا مقتول أو مسموم. هذه الرواية التي نقلت عن الإمام الباقر سلام الله عليه. أيضا رواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله يقول ما من نبي أو وصي نبي إلا مقتول أو مسموم شهيد. ما في لا نبي ولا وصي نبي، يعني لا نبي ولا رسول ولا وصي ولا إمام إلا ويخرج من هذه الدنيا بواسطة ماذا؟ القتل، إما قتلا بسيف أو بسم، يعني شهيد. هذا من جانب الرواية. تعالي إلى جانب التأريخ. جانب التأريخ، شوف عقلا اليوم، جيب أي محقق جنائي وقل له واحد تعرض إلى 5 أو 10 محاولات اغتيال، زين، واليوم هذا مات، إيش ترجح؟ هل مات حتف أنفه أم قتل؟ يقول لك قتل، صح؟ إذا تعددت محاولات الاغتيال إلى شخص يحط نسبة احتمالية أنه قتل أكثر من أنه مات حتف أنفه. هذا إذا 5 إلى 10. الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله تعرض إلى أكثر من 50 محاولة اغتيال، ومو في مصادرنا، في مصادر أهل العامة، إلى أكثر من 50 محاولة اغتيال. زين، يعني واحدة من محاولات الاغتيال التي تعرض إليها بأبي وأمي صلى الله عليه وآله، ينقلها البهيقي وابن عساكر، يقول الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله ذهب إلى حصن اليهود وقال لهم ادفعوا حق المواطنة، الجزية، دية المواطنة اللي إذا دفعها أهل الكتاب في بلد المسلمين لما يتعرضوا إلى هجوم خارجي، المسلم يحمي غير المسلم من أهل الكتاب، إذا دفع هذه الجزية، إذا هذه الجزية ما دفعت، لا، أنت تحامي عنك وأنا حامي عن نفسي. فالرسول صلى الله عليه وآله قال لهم ادفعوا هذه الجزية، كما أخذ على المسلمين زكاة وصدقات وحقوقا مشروعة من أخماس، وهكذا أنتم أيضا لكم أو عليكم حق المواطنة وهو الجزية. فقالوا إلى إذن نتشاور يا محمد، راحوا. الرسول صلى الله عليه وآله هالشكل تقول الرواية التاريخية، جالس في فناء دار، فقال أحدهم لا تلقوا الرجل على أفضل من هذه الحال أو الحالة. وين رسول الله صلى الله عليه وآله؟ يجي لكم برجليه بينكم، إذا تبوا تقتلوه بعد هذه أفضل فرصة. تقول الرواية فركب إلى سطح الدار رجل اسمه عمرو بن جحاش وأخذ صخرة كبيرة أراد أن يلقيها على رأس رسول الله صلى الله عليه وآله، فنزل عليه الوحي فقام بأبي وأمي من مقامه وخرج من حصن اليهود. هذه واحدة محاولة الاغتيال. طبعا محاولات الاغتيال، أنا مو في صدد ذكر محاولات الاغتيال، بس أنا في صدد التقييم العقلي إلى ما جرى عليه صلى الله عليه وآله. زين، هذا من جانب التأريخ، أنه تعرض إلى أكثر من محاولة اغتيال. تعال
إلى الأعراض التي جرت عليه. أكو أعراض نقلت في الروايات ومو من عندنا بعد، يعني روايتين نجيب من عند أهل العامة ورواية من عندنا. أول الأعراض أنه صلى الله عليه وآله كان جالسا في آخر حياته، يعني في اليوم الذي قبض فيه، وكان معصب الرأس على رأس عصابة، فدخلت أحدى زوجاته فقالت عندما رأته معصبا بعصابة، فقالت ورأساه، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وآله إني أنا ورأساه، أنا اللي يألمني رأسي مو أنتي، إني أنا ورأساه. فتبين من هذا النقل أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان عنده صداع شديد. زين، هذه أول رواية. الرواية الثانية ينقلها عبد الله بن مسعود، يقول في اليوم الذي قبض فيه رسول الله صلى الله عليه وآله أدخلنا عليه فرأيته يرتعش من تحت رداه. متبين أن الرسول صلى الله عليه وآله مغطى برداه ويرتعش. يقول فوضعت يدي عليه، حطيت إيدي على رسول الله، فأزعجتني حرارة جسده فرفعت يدي من عليه. تبين أن الرسول صلى الله عليه وآله عنده شنو؟ حمى عالية، حرارة شديدة. هذه ثاني رواية تبين الأعراض على رسول الله صلى الله عليه وآله. ثالث رواية من عندنا، أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول في ساعاته صلى الله عليه وآله في ساعات احتضاره كان يتقيأ دما. الرسول صلى الله عليه وآله يتقيأ دما. تعال اليوم وروح إلى أي طبيب وقل له واحد عنده صداع شديد وعنده حمى عالية ويتقيأ دما، رأسا يقول لك هذا شنو؟ مسموم. هذا من النقل الروائي، طبعا تحليل. الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله قاعدة قرآنية أنه مستحيل يخرج من الدنيا موتا حتف أنفه، لابد أن يقتل أو يسم. من نقل التاريخ محاولات الاغتيال التي تعرض لها، الأعراض التي صاحبت في ساعات احتضاره، كل هذا يدفع إلى أنه دس له السم بأبي وأمي. الاختلاف في أنه هل دس له السم بكيفية معينة، يعني صار الخلاف متى وأين وكيف، صار الاختلاف في الروايات، لكن أعطيك نبذة مختصرة. الروايات تعددت كثيرة، نقول لك اختلاف حتى عند المدرسة الواحدة، يعني أهل العامة عندهم اختلاف في الروايات كيفية سم رسول الله صلى الله عليه وآله. أنه يقول لك امرأة يهودية هي التي سمت رسول الله صلى الله عليه وآله. زين، تعال اقرأ الكيفية. الكيفية أنه كانت هنالك امرأة اسمها زينب بنت الحارث، هذه جابت هدية إلى رسول الله، تبغى تهدي الرسول صلى الله عليه وآله هدية، ذراع شات. زين، وتبين أن هذا الذراع مسموم، هالشكل تقول الرواية. زين، فإذا جابت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله بيصير حرج، فراحت ودت إلى امرأة مسلمة، خذي هذا الذراع إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، جابته حطته بين يدي رسول الله. رواية واحدة تقول فنطق الذراع وقال إني مسموم. رواية ثانية تقول لا، أكل منه صلى الله عليه وآله. رواية ثالثة تقول لم يأكل منه، إنما أكل منه أحد أصحابه فمات في ساعته. روايات كثيرة. هذه الحادثة صارت سنة 7 هجرية. الرسول صلى الله عليه وآله طبقا للرواية الأولى أن الذراع نطق قال إني مسموم، قال جيبوها هذه زينب بنت الحارث، جابوها، فقال لها ليش حطيتي سم في ذراع الشات؟
فقالت: أردت أن أعلم هل أنك نبي مرسل أم أنك رجل صاحب سلطة. شفت السلطة وقلت بس أنا حبيت هالعمل هذا أني أتسلط على الناس، فإن كان كذلك فالسم يقضي عليك وأريح منك العباد والبلاد، وإلا إن كنت نبي فتخبرنا أن هذا مسموم. هالشكل تقول الرواية. الرواية تعقب تقول: فمات رسول الله صلى الله عليه وآله من أثر ذلك السم. الله أكبر. يعني سنة 7 هجرية والرسول صلى الله عليه وآله استشهد سنة كم؟ 11 هجرية. من سنة 7 إلى سنة 11 يعني بيقعد السم، بيقول له: يلا يا رسول الله أنا أجلس عندك إلين سنة 11، بعد خلاص أدق الجرس أنك خلاص تموت من أثري. ما يصير. يعني في تضارب كثير في الروايات. زين، وأنا لست بصدد بيان الكيفية وبيان يعني كيف سم بأبي وأمي وأين، لكن الذي يستوحى من الروايات من مدرسة أهل البيت سلام الله عليهم أنه سم يعني قبيل ارتحاله واستشهاده صلى الله عليه وآله مو بكثير، يعني بأيام دس له السم وأرادوا أن يغيبوا نوره بأبي وأمي، نور من أقبل إلى الدنيا فنقل الناس من ظلمات الجهل إلى نور العلم والمعرفة بالله سبحانه وتعالى. نور هذا الإنسان الناذر الوجود الذي تعلقنا به ولم نراه. شوف كلنا متعلقين برسول الله صلى الله عليه وآله. يعني علم النفس اليوم يقول لك مستحيل أن تتعلق بإنسان وأنت لم ترى، لابد أن رأيته له فترة وجيزة عشان تتعلق به. زين، قالوا لهم كيف نتعلق بإنسان ونحن لم نرى؟ أكو ناس إلى اليوم متعلقين بأشخاص ما شافوهم، كأمثال العظماء، كأمثال رسول الله صلى الله عليه وآله، أمثال المسيح، أمثال أمثال. فجابوا نظريات، وكل نظرية غير تختلف عن النظرية الأخرى. هل أن هذا التعلق انجذاب عقلاني بالآثار التي وصلت عن هذا الإنسان والشخص، أم أنه انجذاب وتعلق بما فعل في حياته فنقل الناس والعقول من ظلم وجهل إلى علم ومعرفة؟ جابوا آراء كثيرة. وشوف الرسول صلى الله عليه وآله سكن القلوب، ها 1400 سنة الآن والقلوب ما شاء الله متعلقة بهذا الإنسان العظيم. يعني هو بأبي وأمي رسول الله صلى الله عليه وآله لما جاء يدفن عمه الحمزة والشهداء كان يبكي، فقالوا له أصحابه: لا تبكي يا رسول الله، فنحن أحبابك، لا تبكي، ألمت قلوبنا ببكائك؟ فقال لهم: أنتم أصحابي، إنما أحبابي قوم يعيشون بعدي يؤمنون بي ولم يروني. دول أحبابي، ها؟ اللي يتعلقوا برسول الله صلى الله عليه وآله ويحزنون لما جرى عليه بأمر القرآن الكريم، تحزن على ما جرى على رسول الله صلى الله عليه وآله وتتألم على ما أصاب. وفعلا تفكر يعني هذا الشخص العظيم، هذا الشخص الذي لم يصل أحد إلى العظمة التي وصل إليها، كيف يغيب نوره عن الدنيا؟ كيف يغيب نوره بأبي وأمي؟ وإذا تشوف الأيام، ها الكون كل من دخل قلبه حب رسول الله صلى الله عليه وآله بين باك وباكية وناع وناعية، كل ينادي ومحمدا
ورسول الله أنا مناد والسيدة ويا شيعة وإذا برسول الله في هذا اليوم أو هذه الأيام كان على فراش مرضه يؤن أنين الثكالى ويتقلب يمينا وشمالا ويرفع رجلا ويطرح الأخرى ويغشى عليه تارة ويفيق أخرى من شدة ما ألم به أين المنادي ومحمدا وسيدا. هذا التفاعل بارد. يلا صلها الصرخة إلى قبر رسول الله، صح ونادي ومحمدا وسيدا. وإذا برسول الله صلى الله عليه وآله كان عنده أصحابه فقال يا عيال ائتوني بدوات وكتب أكتب لكم ما إن تمسكتم به لن تظلوا بعدي أبدا. فقام أحدهم وقال دعوه إن الرسول ليهجر. يعني الرسول ما يدري ايش قاعد يقول، ها؟ هذا الذي يقول عنه القرآن وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وإذا برسول الله تألم قلبه، تقول الرواية فأغشي عليه، فلما أفاق من غشيته قال انصرفوا عني فإني أجود بنفسي وأريد أن يدخل علي أهل بيتي. قاموا انصرفوا عن رسول الله، دخل عليه أهل بيته. أمير المؤمنين والزهراء والحسنان وزينب وعمه العباس دخلوا وأحاطوا برسول الله. صار رأسه في حجر علي والحسنان على صدره والزهراء بين رجليه ناظرة إليه. تقول الرواية وكان جبريل عن يمينه وميكائيل عن شماله وإسرافيل بين يديه. تقول الرواية فتوجه نظر رسول الله إلى عيني أمير المؤمنين، قال له علي يا علي هذا جبرائيل وهذا ميكائيل وهذا إسرافيل أقبلوا شهودا عليك. قال فيما يشهدون علي؟ قال له علي يا علي تسلب الخلافة منك بعد عيني وأنت خليفتي وقاضي ديني، أتصبر يا علي؟ قال أصبر يا رسول الله. قال علي يا علي وتلبب بالحبال ويخرجوك من دارك مكشوف الرأس حافي القدمين، أتصبر يا علي؟ قال يا رسول الله بسلامة من أمر ديني. قال له بلى. قال أصبر يا رسول الله. ثم قال رسول الله كلمة طأطأ أمير المؤمنين برأسه. ماذا قال؟ صاح علي يا علي وتضرب فاطمة أمام عينيك، أتصبر يا علي؟ صاح أمير المؤمنين أما آل للصبر أن ينقضي، أين المنادي ومصيبته؟
ثم قال رسول الله: علي يا علي، ائتي بباقي الحنوط وباقي الكفن الذي نزل به جبرائيل في يوم وفاة خديجة. فأقبل أمير المؤمنين بباقي الحنوط والكفن ووضعه بين يدي رسول الله، وإذا برسول الله يقسمه: علي يا علي، قسم منه لي وقسم لفاطمة وقسم لك وقسم للحسن. ثم لم يكمل رسول الله وإذا بالزهرة صاحت: أبا يا رسول الله، وأين قسم الحسين؟ وين قسم ولدي أبي عبد الله؟ كأني برسول الله يقول: ما غسلوه ولا لفوه في كفنه يوم الطفوف، ولا مدوه عليه رداء عار تجول عليه الخيل عادية. ثم توجه نظره صلى الله عليه وآله إلى أبي عبد الله ولدي حسين: كأني بك على الثرى تصهر كالشمس بحرارتها، وتعلو كالطغاة ببواترها، وتطأك الخيول بحوافرها. فصاح الحاضرون: وحسينا وإماما وسيدا، أنا مناذ ومصيبة. ثم أطرق باب رسول الله ولسان الحال أولين، واحد على الباب يتخفى بكلامه ينادي: يا أهل بيت النبوة والإمامة، بالله ادخلوني على المظلل بالغمامة، أخذ الرخصة من النبي سيد الكون. صاح النبي: قومي يا زهرة وافتح الباب، هذا الذي ما يهاب من حاجب وبواب، هذا يا بنتي لمفرق باللحبة، وهالله هالله عقاب عيني بحسن وحسن. وإذا بملك الموت دخل على رسول الله سلم، فرد عليه رسول الله السلام فقال له: يا ملك الموت، أجئت مسلما أم قابضا؟ أجئت زائرا أم قابضا؟ قال: يا رسول الله، إن العلي الأعلى يخصك بالتحية والإكرام ويخيرك بين البقاء واللقاء. تقول الرواية: فالتفت رسول الله إلى جبرائيل فقال له جبرائيل: وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى. ثم توجه نظر رسول الله إلى ملك الموت: ملك الموت، امضي إلى ما أمرت به، وشدد علي وخفف على أمتي، أين المنادي ومحمدا ومصيبتا. وبينما ملك الموت مشتغل بقبض روح رسول الله ورأسه في حجر أمير المؤمنين والحسنان على صدره والزهراء بين يديه، يا الله، إذ عرق جبينه وسكن أنينه،
فتدلت رقبته ومد يده وأسبل رجله. يا الله اعذرني يا صاحب العصر والزمان. ففاضت روح الرسول، أين المنادي ومحمدا الحسنان وزينب وجدا، أين المنادي ومحمدا؟ ولسان حال الزهرة تقول غربت عيني بين عمي يدس بليده، شوف ايدي العين لينا ومد رجلي، وجبريل ينعاول الفلاك متعطل عليه، والنبي عرجت روحه جنة الخلد العلية. ويلي لما رأت الزهرة أباها على المغتسل يقلبه أمير المؤمنين، إجت وضعت يديها على رأسها وهي تنظر إلى رسول الله، صاحت بهداي بهداي، قلب جسم ابراهيم بهداي، وانت يا بن عباس بالهون اسجب الماي، طول على المغسل شعبني وفتت احشاي، بعد ما نرتجي للبيت جايب، ويلي تحفروني القبر وسعوا مكانه، وبهداي نزلوا جنازته سفروا اجفانه، ولا يعز شال عنه ولا لفانه، هات بعد تصير عيشتنا هنية، ويلي تهيلون الثرى دفنوني وياه، ويلي تهيلوني الثرى دفنوني وياه، ما اقدر اشوف البيت خالي من محيا، ولا يعز انشال عني ورحل ولا بعد النبي ما اريد هالدنيا الدنيا. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلهي نسألك بجلال وجهك العظيم ونورك الكريم واسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم، أنت
تصلي على محمد وآل محمد، وأن تحقق لنا بهم ما رجونا يا الله، وأن تستجيب لنا بهم ما دعونا يا الله. جماعتي الحاضرين وفقهم واحفظهم، ومن يلوذ بهم المؤسسون لهذا الاستماع والاجتماع، تقبل منا ومنهم بقبولك الحسن الجميل، أطلنا ولهم في الأعمار في طاعتك، وسع لنا ولهم في الأرزاق بحلالك، من علينا وعليهم وعلى مرضانا ومرضاهم ومرضى المؤمنين والمؤمنات بالشفاء والصحة والعافية يا رب العالمين، لا سيما المنظورين ومن التمسنا الدعاء لهم. اللهم اشفهم بشفائك، داوهم بدوائك، عافهم من بلائك، يا من اسمه دواء وذكره شفاء، لا تردنا خائبين يا رب العالمين يا أرحم الراحمين، وعجل لوليك الفرج والنصر والظفر، واجعلنا من أنصاره وشيعته وأعوانه والذابين عنه والمستشهدين بين يديه وتحت لوائه، واغفر لنا ما قد سلف من ذنوبنا، واعطنا العصمة فيما بقي من أعمارنا لنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات أجمعين، ويسر لنا الحاجات حوائج الدنيا بالميسر والآخرة بالمغفرة. ورحم الله من يقرأ سورة المباركة الفاتحة ويهدي ثوابها إلى أرواح موتانا وموتاكم، خصوصا موتى المؤسسين والعلماء الأعلام والمراجع الكرام والشهداء والصالحين، ومن شيعة أمير المؤمنين كل من لا يجد ذاكرا يذكره. للجميع سورة المباركة الفاتحة مع الصلوات.